السلام عليكم. الاسم ديالي خالد السوسي، مستخدم فندقي. انا كنسكن هنا مراكش، وبالضبط انا من مدينه ورزازات، وجيت استقريت هنايا في مدينه مراكش. والطفل ديالي سميتو ساد، هو من الصغر ديالو المهم الحمد لله هو تيقرا في مستوى لا غوند، تيقرا في لا غوند، ودري مزيان مجتهد تبارك الله ومواظب. وفي الدار ديالو الدري الحمد لله بخير وعلى خير، وتيحب الشرطه مزيان، وخوه ما كاين لا مشاكل لا معلوم، اخوه تيتعاون هو وخوه، تيقرا هو وخوه، تيلعب هو وخوه كذلك. ملي كنخرج برا مثلا تيشوف شي لعبه ديال البوليس، تيشوف شي بوليسي ديال شي حاجه، تيشوف شي طوموبيل ديال البوليس، تيقول لك بابا شريها ليا، راه ان شاء الله بنت كبير نولي بوليسي. ولا شاف شي هكا شي حاجه في التلفازه، شي فيلم ديال الشرطه ولا شي حاجه، تيبقى متبعو وتيبقى يرسم هكا شي ديال البوليس وداك الشيء، وعزيز عليه البوليس بزاف. وديما تيقول بابا نحلم ان شاء الله نكبر ونولي بوليسي. والحمد لله العلاقه بينه وبين خوه في الدار زوينه، وتيحصل مدرسه الحمد لله غادي مزيان، والحمد لله بخير وعلى خير. ودري لنا منفتح، ما عنده لا مشاكل لا والو، دري مزيان تبارك الله. نتمنى ان شاء الله يكون يبقى غادي هكا بخير وعلى خير. وبالنسبه للعلاقه نيت معايا ومع امو، تيسمع ما تيدير لا صداع لا والو، ودري منضبط كما كتشوفوا هو مدلي منضبط، والحمد لله هادشي اللي بغيت. ونتمنى ان شاء الله يتحقق ليه الحلم ديالو. وقلت لك هو صدفة في الاول، صدفه نقول صدفه في الاول، كاين بقى تيجي التليفون وتيشوف هذاك الشيء، داك الشرطي الصغير، وتيشوف تيتفرج في الافلام ديال البوليس، ومن تما تولات ليه الفكره انه غادي يولي شرطي. وديما تيقول يا بابا انا بيت نكبر، بيت نولي بوليسي، بيت ندافع على الناس ونشد الشفاره. وتنا الحمد لله لبيت ليه الطلب ديالو وشريت ليه التوني ديالو، هو هذا الشيء اللي كاين. يا يعني ملي شريت التوني خليته واحد المفاجاه، ومن اللي شافو فرح بزاف وعنقني وقال لي بابا شكرا. وقلت له انا شد لك التونياش بيدي دوك ان شاء الله غيبين كبر، قال لك ونولي ان شاء الله بوليسي. قال لك والحمد لله ملي شفت البوليس الزنقه وداك الشيء تيشي ليهم وتيهضر معاهم وداك الشيء، وعنده واحد العلاقه الحمد لله طيبه مع، ما عندوش واحد الحاجز بينه وبين الشرطه ولا شي حاجه، وانفتح عليهم وتيتمنى قال لك يمشي عندهم يهضر معاهم ويتصل بهم وداك الشيء. الحب ديالو هو هذاك، هو الحب ديالو، ما قدرتش انا نفرض عليه شي حاجه. بالنسبه للاخ ديالو كاع هو داك كبير، انت سولتو داك الشيء وقلت له واش بغيت تولي، قال لك لا انا بغيت نولي بغيت نلعب الكره، وانا وهذا قال لك لا انا بغيت نولي بوليسي تنحب الشرطه. هذا هو الدافع اللي خلاني نشري ليه التوني، زدتيه الطلب ديالو، بيت ليه الطلب ديالو. لا هو اكتيف الحمد لله، اكتيف نشيط بزاف بخير وعلى خير، الحمد لله اكتيف نشيط ومع لا مشاكل لا والو، ماشي انسان تيتعدى ولا شي حاجه، لكل ذي حق حقه، تي المسائل ديالو اللي ديالو اللي ديال خوه ديال خوه، ومنضبط وتينوض بكري للمدرسه زعما الحمد لله بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله يبقى هكا وزيد من احسن من حسن الاحسن. بالعكس الشرطه راه تتحمي المواطن، تتحمي البلاد، ومهنه اللي هي شريفه. والاخ نيت الاخ ديالي حتى انا راه كنت في الدرك الملكي بين قوسين، والحمد لله بخير وعلى خير، واش اللي كان. نتمنى ان شاء الله يتحقق ليه الطلب ديالو. نتمنى اللي اول حاجه هو يقرا مزيان، ومن بعد ثاني ان شاء الله الا بيدخل الشرطه بيدخل السيك ديال الشرطه لا مانع، يقرا مزيان ان شاء الله ويكون شي حاجه اللي هي كبيره، والحمد لله انا راه موافق ليه، ما عنديش شي مشكل. إيه من تحيه لرجال الامن بصفه عامه، وتحيه للسي الحموشي بصفه خاصه، وتنشكرهم بزاف على المجهود اللي تيقوموا بها، وراهم تيحميوا البلاد وتيحميوا الوطن، وتنشكرهم على المجهود اللي تيقوموا بها بزاف. وتحيه للجميع لا الدرك الملكي ولا القوات المساعده ولا، وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس نصر الله. نتمنى لي يقرا ان شاء الله، وتنتمنى تنقل السيد الحموشي يشوف هذه الرساله ويستوي يستقبلوه ان شاء الله ويلبيو ليه الحلم ديالو على الاقل بعدا في البدايه، باش يكون حتى هو عنده واحد الفكره على 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 سلك الشرطه، ويكون حتى هو ما يبقاش عنده يقول لك الدراري راه مشاو، حتى هو الحمد لله يستقبلوه باش يكون عنده واحد الفكره. هذا هو اللي كنطلب منكم من السيد الحموشي، جزاه الله خيرا.
تاع السوسي بوليس زوينين نكمل مصالح مني بوليسي على الناس على القانون بيسا زباتني شكرا ليكم افك سي حموسي استني حيط ليا نجي عندك نولي نكون نولي بوليسي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.